السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أفضل برنامج لتحميل الفيديوهات أو مثلا فيديوهات من على اليوتيوب أو أي ملفات أخرى. طبعا البرنامج ده أفضل لسببين. أول سبب إن هو بقدر أحمله من موقع رسمي. ثاني سبب هو إن هو لا يحتاج أي مفتاح أو سيريال أو كراك لتفعيله لأنه أصلا مفعل. طيب عاوزين نبدأ إزاي ننزل أو نعمل داونلود لهذا البرنامج. اول حاجه نروح لجوجل نكتب اسم البرنامج، طبعا اسمه فري داونلود مانجر. لود مانجر ونضغط انتر. طبعا لو احنا لاحظنا ده شكل البرنامج. البرنامج بيبقى عباره عن لون زي اللبن كده وبيبقى فيه سهم. طبعا لو احنا بصينا من نفس الموقع، يعني اسم البرنامج هو نفس السايت اللي احنا بنجيب منه، فنضغط عليه كليك. طبعا بيبدأ بيكلمني بيقول لي فري داونلود، طبعا اختارها. طبعا ده لو احنا لاحظنا هنا ان ساعة ما اجي بدوس قبل ما طبعا فري داونلود هو اوتوماتيك بيبدأ يعمل لي سيرش للنسخة بتاعتي، طبعا ان هي 64، طبعا النسخة بتاعتي 10 فهو 64 بت. طبعا بيبدأ يجيب لي بينزل لي على حسب النسخة بتاعتي. بيبدأ دلوقتي يحمل البرنامج. طبعا كده تم تحميل البرنامج، يعني ادي هنا 64 بت. طبعا هضغط عليها دبل كليك واقول ران، هيبدأ طبعا نيكست طبعا لتنزيل. ازاي انزل البرنامج؟ اقول نيكست وبعد كده نيكست، اقول يس، اقول نيكست، نيكست، انستول. زي اي برنامج، مجرد نيكست نيكست وبعد كده انستول بيبدأ ينزل لي البرنامج. تم تسطيب البرنامج. طبعا بعد ما خلصت اول فينش. ادي شكل البرنامج عندي، ده شكل البرنامج اللي عندي. طيب لو انا مثلا عاوز اجيب شكل البرنامج ده، ادي فري داونلود واخليه بينتو تاسك بار، كليك يمين كده واقول بين مور بين تو تاسك بار. ده بس عشان اضعه على شريط المهام. طبعا ده البرنامج خلاص. طيب ازاي بقى انزل فيديو او اي ملف اخر من خلال البرنامج ده؟ طيب ازاي استخدم هذا البرنامج؟ مثلا وليكن احنا عاوزين ننزل برنامج، نزل فيديو من على اليوتيوب مثلا وليكن على القناه دي. طبعا عندي ادي وليكن هذا الفيديو، انا عاوز انزل البرنامج الفيديو ده من على اليوتيوب، طبعا ده على اليوتيوب من قناتي، قناتي من الاخر. لو انا عاوز انزل الفيديو ده عندي طريقتين. طيب اول طريقه عشان احمل بيها اي فيديو، اول طريقه ان انا مثلا باخد اليو ار ال هنا دبل كليك عليها واخد كوبي كنترول سي واروح للبرنامج بتاعي واضغط هنا كنترول في، بيبدأ يجيب لي بيقول لي اد داونلود، اقول له اوكي بعد كده داونلود. طبعا لحد ما استنى بس لحد ما يبدأ الاسم يظهر اقول له داونلود، بيبدأ يحمل الفيديو. ده الطريقة الأولى. طبعا كده خلاص كومبليت، كده الفيديو تم تحميله. طيب طبعا احنا كده نزلنا الفيديو. طيب في طريقة تانية، ايوه هنروح للإعدادات الأول قبل ما نشتغل الطريقة دي، وده طبعا أفضل طريقة. هروح للإعدادات، أروح سيتنجز الإعدادات، أروح الإعدادات وننزل تحت عند الكروم كده في حاجة اسمها Verify if extension، هندوس على كلمة extension هيفتح لي الملف كده يقول لي add to chrome، هنضغط عليه ده عشان يضيف لي. طبعا أقول له add extension ده عشان يحط الامتداد في المستعرض بتاعنا اللي هو جوجل كروم. طبعا اقول له تيرن اون. لو احنا لاحظنا كده ادي علامه الايه؟ الداونلود. كده احنا ضفنا الداونلود هنا خلاص. طيب انا عاوز الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه هي مجرد ان انا مثلا الفيديو ده بدل ما ناخد الكوبي لليو ار ال، لا انا مجرد اروح لعند الفيديو واعمل كليك يمين واقول له فري داونلود مانجر، اقول له داونلود فيديو. طيب قال لي تحتيها لو انا في القناه دي عاوز انزل كل الفيديوهات الموجوده في هذه القناه،
يبقى مجرد ان انا بدوس داونلود فيديو اضغط عليها هيبدأ يجيب لي الداونلود بتاعي نفس الاسم وهكذا. يبقى ده كده الطريقة التانية. وكده نقدر نعمل اي داونلود، يعني مثلا وليكن لو ضغطنا هنا على اي ملف من دول مجرد كليك يمين واقول له داونلود ويز فري داونلود مانجر، ده عشان ابدا انزل من اي فيديوهات. وطبعا هو اسرع حاجه وافضل حاجه فيه كمان ان انت ممكن تنزل كذا فيديو وتبدا تشتغل عادي او تقفل الجوجل كروم بتاعك ويبدا يحمل عادي الفيديوهات. ده من الحاجات الممتازة في هذا البرنامج. وطبعا قلنا أفضل حاجة فيه إن أنت مش محتاج ولا كراك ولا أي حاجة عشان تفعله، لأن هو أصلا مفعل. وأتمنى إن تكون استفدتوا اليوم، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، عمل سبسكرايب وعمل شير مشاركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.